طبعا تعليقي اللي في قلبي لو طلع هترفد من المحطة، هأتهم ان انا شخص مش مؤدب ومش متربي وان انا بقول الفاظ نابية واصدر اصوات قبيحة. لكن هي كده وصلت لابو التفاهية ابو اسحاق الحويني، قال لك اصل انت لو حلقت حتة وطولت حتة تبقى انت كده ظلمت الحتة اللي اتحلقت. يا راجل يا هايف يا هايف يا تافه، ايه ده؟ قال لك تطول هنا وتحلق هنا يبقى الحته اللي اتحلقت ما خدتش حقها زي الحته اللي فوق، فانت كده مش عادل، كده انت ظلمت الشعر. مش كده، مش ده، حاسس ان عايز اخش اجيبه من جوه، اجيبه من وشه كده، اخطف نور عينيه. حاجه الحقيقه مشينا. وبعدين يقول لك وهذا بعد عن العدل. وبعدين ابو التفاهيه ابو اسحاق الحويني قال لك ايه؟ قال لك اصل كده يبقى حرام، حلقه الشعر بالطريقه دي حرام. انت مين انت عشان تحلل وتحرم يا اتفه من انجبت الارض؟ حرام. ده الراجل حتى في استخدام المصطلح لا يعي قيمه ولا حجم مصطلحاته. فقال لك حرام، وقال لك لا يجوز، حرام. عدم الجواز لا يفيد الحرمانيه يا ابو جهل. الجهول ابو جهل ابو التفاهيه ابو اسحاق الحويني لا يعلم حتى حجم المصطلح. فعدم الجواز لا يساوي الحرمانيه. وفي حاجه اسمها الكراهه، ولا يعرفها طبعا ابو التفاهيه. هو اي حاجه عنده مش على مزاجه يبقى حرام. حاجه الحقيقه في منتهى الاسفاف وفي منتهى الغباء وفي منتهى الجهل واشاعه للجهاله وتجهيل عقول الناس. أنا مش قادر أفهم والله العظيم إزاي في حد يسمع لهذا الرجل.